بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعين الكرام أحييكم بأجمل تحية صباحية في صباح هذا اليوم الخميس 26 من شهر يوليو لسنة 2018، وهذه المكرمة مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أسبوعها الرابع على التوالي، والدعم المستمر لإحياء هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. انطلاقة سليمة ورائعة لأول الأشواط، أول التحديات، أول الانطلاقات في صباح هذا اليوم على أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي. الشوط الأول وهو الشوط الخاص بالحجايج الابكار لمسافة ورحلة 3 كيلومترات. نسير بالصدارة، نتابع البداية والحق من قادة المجموعة سعيد بن سيبر محمد الدرعي يقدم انطلاقة الحق، تليها مع المركز الثاني رهنية منيفة لسالم بن حمود المالكي، ومع المركز الثالث التقدم الانطلاق أيضا من غطر المطر بن محمد بن علي المنصوري، والقدوم من الواصلة لمبارك بن محمد بن خيرة الشريفي، ولكن من الجانب الآخر وزن تسير أيضا بالأداء المتميز محمد بن مبارك بن محمد المطوعي، متابعا لانطلاقة وزن مع المركز الخامس الكوكب خماسية، ولكن الحق على الصدارة بفارق يا أهل هالانتزاع. ناموسي هذا الشوط، والشوط الأول ناموس غير يا جماعة في هذا الانطلاق المتميز، الناموس الصباحي في هذا الانطلاق الجميل اللي تقدمه الحق سعيد بن سيبر محمد الدرعي، يحكم القبضة على مقدمة هذا الشوط مع هذا الانطلاق المثير، ولكن وزن مع المركز الثاني محمد بن مبارك بن محمد المطيعي، وأرى التقدم للواصلة مبارك بن محمد بن خير بن عزيز الشريفي، والقدوم مع المركز الرابع أرى الاسم القادم أيضا من المسك للسلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، يعلن أن تقدم أيضا والقدوم مع المركز الرابع. خامس التحديات شعار المنصوري أيضا مغطرسة مطر بن محمد بن علي المنصوري، والحق تسيطر كل السيطرة على مقدمة هذا الشوط في هذا الانطلاق المثير، والكيلو المتر الأخير والخطير، الانطلاق المتميز، ولكن القادمة الواصلة تعلن التحدي، تعلن الانطلاق، تنتزع الصدارة في اللحظات الأخيرة في الأمتار المثيرة. الواصلة تواصل العطاء، تواصل التحدي، تواصل التقدم، بدأت تباعد المسافة. سلام 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 العين، سلام وسعدت صباحا يا آل الفوعة مع هذا التقدم المثير اللي تقدمه الواصلة مبارك بن محمد بن خير بن عزيز الشريفي، يقدم تحديات الواصلة في أول الأشواط، أول التحديات وأول السلامات الصباحية، تتجه مباشرة إلى آل الفوعة في هذا الانطلاق المتميز، وآل أيضا ميدان غشابة يحتفلون أيضا بهذا الانطلاق المثير، وبدون أي منافس تباعد المسافة في أول الانطلاقات وأول التحديات الجميلة. تهانينا لمالك الواصلة مبارك بن محمد بن خير بن عزيز الشريفي، ولحظات الوصول، لحظات الاقتراب إلى خط النهاية، سلام العيد سلام، ولحظات الوصول إلى خط النهاية بدون أي منافس مع المركز الثاني، تاتي أيضا المسك سلطان بن خليفة بن زار الخيري المركز الثالث وزن المطوع بن علي بن سلطان، ومع المركز الرابع وزن لمحمد بن مبارك المطيعي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة
أربع دقائق 36 ثانية هو التوقيت أيضا وتحديات الواصلة. تهانينا المبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي سلام عليه السلام مع الأداء المتميز اللي قدمته الواصلة في أول أشواط صباحي هذا اليوم.